محاضرتين. المحاضرة الأولانية هنتكلم على الديب ليرنينج. أنا كان مفروض الهار، لو احنا فاكرين قلنا المرة فاتت احنا هنتكلم على الهار، بس دي عشان المحاضرة الأخيرة في الكورس. هنتكلم على الديب ليرنينج، نعرف شغاله ازاي عشان انتم هتحتاجوها، وحتى البكالوريوس لو حابب يجربوا ديب ليرنينج يعرفوا شغاله ازاي. وهكمل في بقيه المحاضره الثانيه في الهار. لحقنا لان النهارده عندنا ميتنج يعني سريع، فمحاضره على الغلط 10:30 بس مش هنقدر نكمل اكتر. فلو ما لحقناش المحاضره الثانيه هكمل لكم التسجيل وارفع لكم على الايه الاخر بقى بعد ما تعالي بكره. النهارده هنتكلم على ديب ليرنينج، واحده من الديب ليرنينج من الاركتكتشر المشهورين في الديب ليرنينج اللي هي الكونفوليوشنال نيورال نتورك. هنشوفها ازاي بتشتغل ونشوف الاركتكتشر بتاعها، وهنرفرنس لدوكيمنت بتاع ادم جيجاي ده واحد من الناس المشاهير اللي بيكتبوا ارتكلز وبيكتبوا بالبايثون. فده هتشوفوا يعني هنرفرنس ليه. نكمل بقى الناس هتكمل اللي حابه تشتغل تروح تكمل البروجرام معاه اللي هو بيعمل كلاسيفيكيشن. طيب سمبل نيورال نتورك، احنا دي كانت النيورال نتورك. احنا خدنا في الكورس ده المحاضره اظن الثالث الجوريزم كان ولا ثاني الجوريزم يا اميره اللي هو النيورال نتورك. كان تاني كان بيديله شويه بارامتر لو فاكرين، وكان عندي هيد لاير وبيديني فاينل ديسيجن. ده بقدر استخدمه سواء في الايه في الريجريشن او في الايه في الكلاسيفيكيشن. ده كان السمبل سمبل نيورال نتورك. تعالى ناخد اكزامبل لو احنا فاكرين ان احنا ازاي هاو تو ليرن او تو ليرن هاو تو ليرن تو ريكوجنايز الهاند ريتن 8. لو احنا فكرنا ان انا ريكوجنايز ال 8 عن اللي مش عن اللي مش 8، قال لك خلي بالك الداتا سيت هتلاقيها حاجه اسمها مينز داتا سيت للهاند ريتن نمبر، بتدي لك حوالي 60,000 ايمج من الهاند ريتن ديجيت لل 8 وموجودين في 18 بكسل. شكل 8 هاند ريتن زي ما احنا شايفين 8 معوجه 8 معدوله، مع اختلاف الناس اللي بتكتب ال 8. هاو تو ليرن احنا بنتكلم نيورال نتورك هتاخد البكسلز دي يا اولاد اللي هي 18 في في 18 على ان كل واحده فيهم انبوت لمين؟ للنيورال نتورك بتاعتنا. فلو اتكلمنا ان احنا عندنا 18 في 18 يعني بنتكلم في 300 كام؟ 324. زي ما احنا شايفين الارقام دي موجوده، كل فاليو من دولت هي ليها فاليو يعني الانبوت الحقيقي هو الارقام اللي جايه لي من انتنستي بتاعه النيورال النيورال اللي داخل النيورال نتورك من الصوره بتاعتها. طيب ده معناه ان انا هيبقى عندي انبوت كبير. ده شكل الانبوت كده كاننا انا كاني ماسكه كده، يعني احنا عملنا كاننا فردنا، يعني هم النتورك عاملين كده. احنا دول 300 وكام؟ 324 انبوت داخلين على هيد اللير، طبعا تبقى كبيره، ودي هتصنف لي تقول لي 8 ونون ومش 8. طيب تو ترين النيورال نتورك يبقى احنا هنحتاج صور لل 8 وصور مش 8، بحيث ان النيورال نتورك وهي بتطلع لي هتقول لي هي 8 بنسبه كام في الميه، فنسبه 80 90 100% او مش 8 بنسبه كام في الايه كام في الميه، عشان اقدر اعمل كلاسيفيكيشن. احنا كلاسيفيكيشن من حاجه وحاجه، فلازم اعلمه الشيء وضده، صح؟ شيء اللي هي واللي مش هي، خلاص. طيب تعالى بس اول حاجه هنشوفها، اول حاجه قال لك تعالى بقى نيجي ريكوجنايز 8. كنا حطيناها في النص ايديال كيس، كانت ال 8 في النص ولا يمين قوي ولا شمال قوي ولا فوق ولا ولا تحت، فهي قدر يتعرف يعمل بريدكشن ان دي 8 بنسبه كام؟ 100%. والخمسه قدر يتعرف ان هي مش 8 بنسبه كام؟ 100%. تعال نشوف بقى لو هيحصل فيل توتالي فيل في حاله ان انا ال 8 بص بقت في زاويه من الزوايا او الخمسه في زاويه من الزوايا ما قدرش يتعرف عليها، لان خلي بالك احنا بنقدر نعتمد على البيكسلز القيم بتاعتها اللي كانت بتجي لي هنا، او القيم اللي كانت بتجي لي هنا بقت مختلفه عن القيم اللي جايه لي فين؟ هنا، فما بقتش هي ال 8. عشان الاحساس ان انا هنا خدت كل بيكسل من دول دخلتهم انبوت النيورال نتورك، فالنيورال نتورك بتتعرف على الباترن ال 8 وهي في النص. انا خدت قيم البيكسل في النيورال نتورك، ما خدتش مقاييس ليها، لا انا خدت قيمه البيكسل وعلى طول خدت البيكسلز نفسها هي الانبوت على طول، ما خدتش بقى انت كنت بتعمل بري بروسيسنج تاخدوا ليه وتحسبوا شيب وبتاع، مفيش كلام ده خالص. هو خد لك قال لك هات البيكسلز يا سيدي هي نفسها انا هتعامل بيها، ولا سيفت ولا ايدج ولا اي حاجه، هياخد القيم.
لا احنا بناخد ايه النيورال نتورك ده الفيتشر اللي طلعنا دي الفيتشر اللي طلعنا هي البيكسلز نفسها. البيكسل لما حصلها ترانسليشن اثرت عليا لان الطريقه اللي انا ماشي بيها دي مش انفاريانت للايه للترانسليشن هي ولا سيفت ولا هوج ولا حاجه من الحاجات اللي احنا ايه اتعلمناها. احنا بنتعلم طريقه ايه جديده. طيب قال لك تعالى نحلها ازاي. نحلها ان احنا نعمل بروت فورسينج نعمل سلايدنج ويندو الطريقه اللي احنا عارفينها. السلايدنج ويندو بتعمل ايه زي ما احنا شايفين كده عماله تلف فين في الصوره بتعمل سلايدنج زي ما احنا شايفين بالايه بالصندوق اللي احنا شايفينه ده صح وعماله لغايه ما الثمانية تيجي في ايه وسط. طبعا البوكس اللي انا بلف بيه كمان يبقى السايز بتاعه مره كبير ومره ايه صغير عشان يغطي الايه الثمانية لو كانت كبيره او لو كانت ايه صغيره. خلاص ده اللي قدر يتعرف عليها بس دوت inefficient. ليه inefficient؟ بطيء جدا وهيعوز مني ايه وقت طويل جدا في كمان بالذات في الريكوجنيشن بتاع الايه الاوبشن. عايزين طريقه احسن. قال لك بروت فورس الطريقه الثانيه ان انا اكون مور داتا من اند ديب ايه نيورال نت. ده بدايه الديب نيور البدايه لسه مش الحقيقيه يعني. طب ايه بقى الداتا الكتيره؟ قال لك ان انت هتمسك الداتا بتاعتك تبتدي تعمل لها سنسيزيشن تبتدي تركبها انت تعملها انت بايدك تخلي الثمانيه مره هنا ومره هنا ومره هنا ومره هنا ومره هنا ومره في النص ومره كبيره ومره صغيره فتدي له كل الكومباينيشن والسايزز اللي ممكن يشوفها في البوكس ايه في الصوره بتاعتك. بس ده هيبقى طبعا داتا ايه كتيره جدا. يبقى وي كان جاست رايت سكريبت يجنريت ده مش ان احنا نجيب صور كده احنا ممكن نجيب سكريبت ايه يعمل الكلام ده. making our network bigger and هيخلي الكلام ده نقدر ايه الباترن بتاعنا بقى complicated. خلي بالكم بقى الداتا بقت سامبلز بقت كتيره قوي الانبوت هو واحد ها 342 او 324 زي ما هو. النتورك لما كبرت عقدت الموضوع وخليته very slow for learning. خلي بالك بقى انا لما يبقى عندي 300 في الانبوت يبقى الهيدن لاير 1000 و1000 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 وخبطين كله في بعض فانت بتتكلم في ايه التريننج بتاع الكلام ده بياخد وقت قد ايه مش الريكوجنيشن مش الران تايم لا وقت التريننج هياخد وقت قد ايه هياخد وقت كبير فبقت فيري ايه فيري سلو لان انت خلي بالك فيها عمليات ضرب ماتريسيز في بعض وقصص كده كبيره قوي يعني فاكرين اللي هي دوت برودكت بعمله بشكل ايه عظيم جدا. قال لك طب يا سيدي الكلام ده كان لغايه اظن الثمانينات بدايه التسعينات كده كانت الدنيا صعبه لغايه اما اكتشفوا ايه كانوا عملوا الكروت بتاعه الايه الفيجا عارفين كروت الفيجا الجديده اللي هي النفيديا الاف اكس والايه والجي تي اكس الكروت الجديده ديت بتشتغل على البروسيسنج وعندها اي بي اي وبروسيسور شغال لمين للماتريسيز بس فبيقدر ياخد ماتريسيز وعليه ميموري 2 3 جيجا فبيقدر ياخد ماتريسيز ويضربهم ببعض بطريقه سريعه جدا. فابتدى حصل تغير دراماتيكي فين في الحسب بتاعه النيورال نتورك وبقينا بسهوله نقدر نعمل ايه تريننج وتاخد ممكن ساعه بس واحده او نص ساعه تقدر تعمل تريننج لنتورك زي اللي انتوا ايه شايفينها ده. فدي حلت لنا الموضوع. هل دي نهايه المطاف؟ لا مش دي نهايه المطاف لان هو مش ده بس اللي احنا اللي عايزينه. تعالى بقى نشوف دي كانت سمبل ديب نيورال نتورك ان لايرز بتاعتها كبيره. ديب دي يا اولاد معناها ايه؟ ها ديب يعني بقت ديب كبيره قوي الدبث بتاعها كبير لايرز بتاعتها اكتر بكتير بس محتاجه وقت كتير في الايه في التعليم. دي واحده من المودرن كونفوليوشن نيورال نتورك. عندنا اكتر من واحده كونفوليوشن نيورال نتورك عندنا ريكيرنت نيورال نتورك عندنا اكتر من اركيتكتشر حتى للكونفوليوشن نيورال نتورك وهنفهم يعني ايه اركيتكتشر ليها حاليا دلوقتي instead of feeding the entire image في النيورال نتورك احنا قال لك بدل ما هندخل الصوره كلها للنيورال نتورك انا عايز كنت اتعرف على الصوره اتعرف الصوره فيها اوبجكت فيها طفل والطفل واقف فوق باونسي هورس وده واقف فوق الايه الجراس او فوق الايه الجاردن زي ما احنا شايفين الايه الجنينه دي. فهو قال لك انت كبني ادم او الطفل اللي عنده 3 سنين بيقدر يتعرف على الاشياء مع اختلاف الباك جراوند مع اختلاف اماكنها ومع اختلافها بيقدر يتعرف بردك عليها. فكانوا عاوزين نوصل ان الكمبيوتر يقدر يعرف الكلام ده. قال لك طب تعالى نعمل بقى الايه الحل بتاعنا في الكونفوليوشن ايه نيورال نتورك. هتعمل ايه يا سيدي؟ هندخل ده للكمبيوتر هياخد الكلام دوت بطريقه سمارتر شويه هناخد بقى هنشوف الخطوات اللي هيعملها ونشوف هيعمل ايه. اول خطوه قال لك هتبريك الايمج الاوفرلابد ايمج تايلز هيبتدي
انا الكوك نايف عايز تعرف الطفل فيها طفل ولا ما فيهاش طفل. خلاص فاللي بيعمله ان انا قطعت الصوره اوفرلابد. اوفرلابد يعني بص هتلاقي جزء من الحته دي فيها لسه هنا في جزء هنا وهنا واخده جزء من هنا وهنا واخده جزء منين من هنا ففي اوفرلابنج في التقطيع. خلاص السلايدنج اللي احنا قطعناه ده سمح لنا ان احنا عندي كام وليكن عندي 77 ايه ثاني ايه يعني حتت صغيره من الصوره متقطعه همسك كل جزء منها يا اولاد واعتبر ان انا هدخله على ايه للنيورال نتورك بس الاكتر من نيورال نتورك مش نيورال نتورك واحده بس بحيث ان انا كل نيورال نتورك هطلع لي ايه هطلع لي اوتبوت زي ما احنا ايه شايفين النيورال نتورك كل واحده فيهم هنسميها فلتر هنسميها ايه فلتر يبقى بناخد كل جزء كل تايل في احنا عندنا كم واحده كانوا 77 يبقى كل واحده في 77 هنابلاي على سمول نيورال نتورك وهي مش بنعمل الاوبريشن كامله بتاع نيورال نتورك هي وان لاير نيورال نتورك وان ايه لاير يعني باخد الانبوت بتاعي بدخله على الايه على الفلتر اللي انا عامله دوت يبتدي يطلع لي كل واحد من دولت من النيورال نتورك الصغيرين دول هتبتدي تطلع لي 1 2 3 4 يبقى كل تايل هيطلع لي 3 4 5 6 على حسب الفلترز اللي انا ايه النيورال نتورك اللي انا حاططها النيورال نتورك اللي انا حاططها هنا معناها مجموعه من الويتس صح مجموعه من الويت بتتعلم طب هتتعلم على اساس ايه الاوتبوت ده هل هو الفاينل اللي بيقول لك ولد ولا مش ولد لا ده اوتبوت لسه هيخش في حاجه ثانيه هيطلع لغايه ما يطلع يقول لي فيه ده طفل ولا لا طيب شكلها عامل ازاي تعالوا نشوف شكل الايه الانيميشن ده ده انا جايبه بردك من واحده انا حاطط لكم الريسورسز بتاعه اللي انا جايب منه الكلام ده بيعمل ايه دي الصوره يا اولاد في حاله الايه الار جي بي يعني ده ريد جرين ايه بلو خلاص دول كام دي الباتش اللي احنا الطايل اللي احنا قطعناها اللي قطعناها كام سبعه في ايه سبعه وثلاثه دي واحد اثنين كام ثلاثه اول حاجه بتجيب عندك كام فلتر عندي واحد اثنين عندي اثنين ايه اثنين فلتر اثنين نيورال ايه نتورك بس بعمل فلتر لكل لون هعمل واحد لكل ايه ويتس لكل لون الويتس دي لازمتها ايه مش النيورال نتورك كان بيخش بيكسلز او الانبوت يتضرب في مين في الويت ويتابلاي عليه البايس فاكرين اللي هي فاكرين السيجمويد فانكشن ادي سميه بايس ها السيجمويد فاكرينها ستيب بتاعتها اللي هي كانت اكتيفيشن فانكشن اللي بتقول النيورال دي بتفاير مش فاير خلاص فالسيجمويد هنا اللي هي البايس بس هنا بنحطها زي معادله بولينوميال فبتديني بتديني قيمه هنا بنجمع عليها البايس ده او بنجمع عليها البايس ايه ده فانت لو جمعته دول ضربتوا الارقام دي في الارقام دي زي فين عارفين الكونفوليوشن العادي اللي كنا بنعمله اضربوا الارقام دي دوت برودكت في دي هتدي لك ايه رقم تجمع عليه الواحد هيدي لك القيمه ايه القيمه دي القيمه ايه دي بعد كده اللي بعدها لو احنا شايفين اللي هي اول واحده اضربها في ديت ودي اضربها في دي ودي اضربها فين في دي وخد دول كلهم اجمعهم واجمعهم على الواحد هيديك اول ايه اول قيمه ايه هنا يبقى الاوتبوت اللي بيطلع لي يا اولاد من خلي بالك دول ايه دي الباتشات اللي انا قطعتها صح الباتشات اللي انا قطعت لها طلع لي كام طلع لي ادي فاليو هنا وطلع لي فاليو هنا ولو عندي فلتر تايت يبقى فاليو هنا 4 يبقى 1 2 3 4 5 يبقى لازم يكون عندي كام فلتر ساعتها 1 2 3 4 5 يبقى من البامبا ده عندي 5 ايه 5 نيورال نتورك 5 نيورال نتورك بيلفوا على ايه يا اولاد بيلفوا على الباتشه الصغيره ديت عشان يتعلموا ايه يتعلموا ايه بقى هو هنا بيتعلم الايدجز بتاعته اول مرحله خالص بيتعلم الايدجز اللو ليفل فاكرين كان ايه الايدجز صح اللي بعدها الكورنرز صح كده او واللي بعدها ممكن تكون مين الاوبجكت نفسها الاوبجكت نفسها فهم لما عملوا دي قال لك طيب احنا لما نعمل النيورال نتورك الاوتبوت اللي احنا بنطلعه ده هيدي لك فاليو كانه بيطلع خلي بالك احنا مش بنعمل هنا ليرنينج احنا بنعمل فيتشر اكستراكشن لان احنا ما عملناش فيتشر اكستراكشن بتاعت مين بتاعت سيفت ولا حاجه احنا خدنا الصوره زي ما هي فقال لك المرحله بتاعت الكونفوليوشن الاولانيه دي هي بت اكستراكت ليك الايه الفيتشر ايه بتاعتك طيب بتحط الفيتشر زي ما احنا شايفين في الايه في الفاليوز ايه دي يبقى دي فاليو لكل ايه لكل انا بحرك هنا ايه ستيب كل ما بحرك ستيب بحسب عند الثلاثه فاليو بضربهم في كل واحده في الفلتر بتاعها عندي كام فلتر عندي ويتد فلتر 0 1 2 3 4 5 عشان عندي كام هنا 5 دول سامبل بس الاثنين بس انا المفروض هنا كان عندي كام كان عندي 5
طيب بعد ما عملت القصه بتاعت الايه الكونفوليوشن هتعمل ايه بعد كده؟ قال لك هنسيف الريزلت فين؟ في الاري. يبقى انا خدنا كل 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 اوفرلاب باتش من دولت دخلناها للسمول نيورال نتوركس بتاعتنا، عملنا لها طلعنا منها اري ايه اوتبوت اري، كل باتش طلع منه مجموعه من الايه من الفاليوز، مجموعه من الفاليوز خمسة فاليوز وليكن زي ما احنا ايه شايفين. قال لك بعد ما انت عملت سيف للكلام ده عايزين نطلع الموست انترستد بوينتس او بيكسلز، النقط الاهم. ففي النقط الاهم في الايجز او في الكورنر كانت ليها قيم اعلى في الجريدينت، صح؟ قال لك طيب هنعمل نفس القصه هنا، هنقطع الاري دي اللي هي اللي احنا شايفينها دولت، هنقطعهم لكام؟ لاربعه في كام؟ لاربعات اربعات كده 2 في 2 يعني، وناخد كل اعلى 2 في كل اعلى 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 اري في الايه في الاربعه بتوع دول. يبقى انا كده جبت اعلى فاليوز موجوده فيها اللي هي الانترست بوينت اللي موجوده فين؟ في اول لاير. خلاص طيب تعملها ازاي يا عم؟ وده بيسموه بروتوكول بيسموه ايه؟ ماكس بولينج. بيسموه ايه؟ ماكس بولينج، اللي هم بيبقوا في حمام السباحه اربعه بيلعبوا في حمام السباحه بيجروا اربعه، تبقى اشوف مين اعلى ايه؟ اعلى واحد في الاربعه، اسرع واحد في الاربعه، والاربعه اللي بعدهم اشوف اعلى واحد في الاربعه واخدهم، والاربعه اللي بعدهم وهكذا. فمعناها ان السايز بتاع الماتريكس دي يا اولاد عشان هي كانت كبيره احنا عملنا ريدكشن ليها، ريدكشن بقت نزلت لايه؟ للربع، نزلت لايه؟ للربع تاني. طيب اكزامبل هذا عندي اهو، ادي اربعه فاليو الاولانيين، ادي اربعه فاليو التانيين، اربعه فاليو واربعه فاليو، همسك الاربعه فاليو دول اجيب اعلى واحد فيهم كام؟ سته، او واخد السته. هنا اعلى واحد 8، هنا اعلى واحد 3، هنا اعلى واحد 4. خلاص ده الماكس ايه بولينج. في الماكس بولينج الحلو ان احنا عملنا ايه؟ ها خدنا الصور، ادي المرحله الاولانيه، بعد كده عملنا لها ايه؟ كونفوليوشن، قطعناها علمنا الايه النيورال نتورك، احنا لسه ما علمناش، احنا بس قسمنا التقسيمه بس، خدنا الاري بتاعتنا عملناها ماكس بولينج فعملنا لها ريدكشن، ها صغرناها كده صح. بعد ما صغرناها هدخلها على فولي كونكتد ايه نيورال نتورك. شوفوا دول بقى كام في كام، لازم يبقى عندي انبوت بنفس العدد ده بالظبط. يعني لو دول 50 في 50 يبقى هيبقى عندي 2000 كام؟ 2500 انبوت. 2500 يبقى الفولي كونكتد دي لازم تاخد كام انبوت يا اولاد؟ 2500 ايه انبوت. وفولي كونكتد بقى حط لها بقى ديب لايرز، بقى حط لها ايه مجموعه من الايه من اللاير. هل هي دي نهايه المطاف؟ هو احنا كده نقدر نعمل بريدكشن، خلاص احنا نجحنا ان احنا هنعمل بريدكشن. هتقول لي دي 8 او مش ايه، او هنا في طفل او مفيش ايه، ما فيش ايه طفل. طيب حلو الخمسه ستيب بتوعنا اللي قطعنا الكونفوليوشن ماكس بولينج فولي كونكتد وطلعنا الايه الاوتبوت بتاعنا. تعالى بقى نشوف ممكن نضيف مور ستيبس ولا لا. هل هي دي كده كملنا؟ لا، ده انت ممكن تحط لاير من الايه من الكونفوليوشن ايه من الكونفوليوشن ستيب او من الماكس ايه بولينج ستيب. خلي بالك كل ما بحط كونفوليوشن وماكس بولينج او كل ما احط كونفوليوشن عموما هو بيديتكت الصور عند ايه؟ عند رينج معين. تعالى نخش نشوف هوريها لكم اهي. شايفه انا ما هدخله بقى صور كتير قوي للطفل، كتير جدا لسه انا ما علمتش، ما اقولش عشان كده. هنعلم ازاي؟ ادي الاركتكتشر اهو بتاع الكونفوليوشن ايه الكونفوليوشن نيورال نتورك. زي ما احنا شايفين لو دخلي صوره ب 1200 كام 24 في 224 هقسمها لباتشات 11 فين في 11 زي ما احنا شايفين. هعملها كونفوليوشن وايه وماكس بولينج. لو لقيت ستريت دي سترايد دي يعني ايه الخطوه بتاعت الكونفوليوشن الاوفرلابنج، ان انا هاخد اول 11 تاني مره هاخد هتحرك اربعه، هاخد اول 11 بعد اربعه يعني 4 بلس 11، بعد كده اخد اربعه تانيين ويبقى 8 اخد 11 عشان يبقى عامل لي الاوفرلاب. ها فده الستيب بتاعتي الحركه عشان يبقى في جزء مشترك. فدي اول واحده كانت كام لاير يا اولاد؟ دي كانت 244 في 224 في الدبس بتاعها كام؟ 3 اللي هي 3 ايه لاير. طيب 3 لاير انا دخلتها هنا عملت لها كونفوليوشن فطلعت لي الاري الجديده دي اللي هي 55 في كام؟ في 55 في 96. 96 ده معناه ان انا كان عندي كام فلتر؟ ان كل باتش طلع لي فاكرين هناك خمسة، هنا هيطلع لي كام؟ 96. الدبس بتاعها 96، يبقى انا عامل 96 فلتر على الباتشايه الواحده. اه بس خلي بالك الفلتر هي ويت ثابته، يعني الويت ثابته بتطبق على كل الايه الصور. لازمتها ايه الاولاني ده؟ الليير الاولانيه ممكن تكون بتديتكت الايجز. هعمل كونفوليوشن تاني وبعدين هعمل ماكس بولينج. ماكس بولينج يعني معناه ايه؟ بصوا عملت ريدكشن هو نفس الدبس. عليكم السلام.
هنعمل ايه؟ convolution وبعد كده max pooling معناها بنقلل يا ولاد مين؟ من 55 في 55 خليناهم كام؟ 27 في 27 بعد كده ندخلها الكونفوليوشن وبعد كده ماكس بولينج ها يبقى 13 في كام؟ في 13 والدبس هنا كام؟ خلي بالكم هنا بيزود فين؟ في الدبس فمفيش مشكلة انت بتزود ايه؟ في الدبس بتاعك معناه بتطلع فاليوز اكتر بتطلع فيتشر اكتر من كل ايه؟ من كل ايه؟ صورة خلاص؟ طالما احنا ماشيين كده لغايه ما اوصل لفولي كونكتد ايه الفولي كونكتد هتاخد كام 13 في 13 في 200 كام 56 دول كلهم هيخشوا على مين يا اولاد لو ضربت دي في دي في دي هيديك كام 4096 يبقى دي اللاير دي هنعملها بقى دي كونكتد نيورال ايه نتورك مجموعه من الايه اللاير ورا بعضها هتبقى دي مسؤوله عن ان هي تعمل ايه تعمل الحته بتاعت النيورال نتورك وفي الاخر ان الاركتكتشر ده كان في حاجه اسمها ايمج نت حاجه من الاركتكتشر اللي اتطبق بيبر يعني اتطبقت عليها عشان تريكوجنايز 1000 اوبجكت عن بعض يعني ده انا جربتها عندي في البيت بتقدر تريكوجنايز هي 100 1000 كلاس 1000 كلاس هم مدربينها بملايين الصور عشان تقدر تعمل الكلام ده طيب ايه اللي بيحصل له هنا يا اولاد تعال نشوف هنا هنا مجموعه هيعمل بقى تريننج بقى احنا هناخد مجموعه من الصور هندخلهم للايه للاركتكتشر ده الاركتكتشر فيه حاجات فيها ويت بتتعلم وفي حاجات ما فيهاش ويت الماكس بولينج فيها ويت فيها حاجه بتتعلم مفيش مين اللي بيتعلم نيورال نتورك اللي في الكونفوليوشن نفسه اللي هي في اللاير بتاع الكونفوليوشن نفسه وفي البولي ايه والفولي كونكتد ايه نيورال نتورك يبقى الفولي كونكتد نيورال نتورك والكونفوليوشن نت نيورال نتورك اللي هم المراحل اللي في النص كل البارامترز اللي فيها بتطلع لي اوتبوت انا مش عارفه بس الاوتبوت ده في الاخر بيطلع لغايه اما يوصل في الكلاس يقول لي الكلاس ده طفل ولا مش طفل الكلاس ده طياره ولا مش طياره الكلاس ده عربيه ولا مش عربيه الكلاس ده كذا ولا مش كذا فبعد ما بدخل الكلام ده بقعد اعمل فيدباك عارفين اللي هو الباك بروبوجيشن بتاع النيورال نتورك فمين اللي بيقعد يتعلم كل اللايرز بتاعه الكونفوليوشن اللي موجوده هنا زائد الفولي كونكتد هنا بيحصل لها ايه تريننج معناها ان الويتس اللي في اللايرز دي يا اولاد بيحصل له ايه بيحصل له ابديت عشان كده بتاخد وقت ايه طويل انا السامبل اللي اشتغلت عليه عملت داونلود لواحده منهم اللي متعلم التريند السايز بتاعها من 100 ميجا ل 500 ميجا البارامترز عدد البارامترز اللي في النتورك اللي انتوا شايفينها دي عشان اعمل لهم لودنج عدت لها مثلا قد 10 ثواني ولا 15 ثانيه عشان ايه تلود الايه الداتا دي طبعا عدت داونلود من 100 من 100 انا ما نزلت ال 100 ما جربتش 500 دي واحده من المودل اللي متعلمه او من الاركتكتشر 100 ميجا بارامتر ويت متعلمه ليه ويت متعلمه لان عندي مجموعه من الويتس كتيره جدا موجوده فين في الفولي كونكتد كل واحده في الفولي كونكتد دولت عندها ايه ويت في الانبوت ويت مع كل بيكسل داخل في الانبوت مع كل نيرون في الانبوت لكل هيد لاير ومن كل هيد لاير لكل هيد لاير وكل هيد لاير لكل هيد ايه لاير على حسب الدبس ايه بتاعه فهنلاقي عدد من البارامترز كبير جدا 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 عشان كده دي في التريننج بتاخد وقت ايه رهيب عشان كده بيستخدموا جرافيك كارد ليه لانه بيعمل الدوت بروبك ياخد ماتريكس عنده جي بالجيجا عنده الرام بالجيجا يقوم واخد تو ماتريكس ايه يقوم حاططهم ضربهم في بعض فاحنا زي ما احنا شايفين هو معظمهم بنضرب ايه بنعمل كونفوليوشن كونفوليوشن انا بضرب ايه الفلتر في مين في الباتش بتاعتها واخد الفاليو ايه مجمع فكل ما يبقى عندي اي بي اي على الليفل بتاع البروسيسنج وميموري على الجرافيك كارد بتعمل الكلام ده بسرعه فبتسبب لي ان انا او يعني تحسن لي جدا في البرفورمانس بتاع الايه النيورال نتورك بس ستيل هي بتاخد وقت ايه طويل يعني انا جربت دخلت النيورال نتورك دي صوره ابني فهو كان لابس نظاره فطلع قال لك 20% كلاس 18% بيبي ما اعرفش كام في الميه بيطلع لك نسب انا شايف ايه في الصوره فبيطلع لك نسب النسب دي بيطلعها منين هنا لان كل كلاس بيطلع لك البروبابيليتي بتاعته اللي هو شايفها ودي متخصصه من خصائص الايه ال كلاسز متعلمين كلاسز هنا كام كلاس 1000 كلاس اوتبوت ها انما اللي داخله لي هنا ايه صوره يبقى انا بدخله صوره يقول لي هي واحد هجيب ايه هيطلع لي 1000 كلاس
بس لما يطلع لي ألف كلاس بيطلع لي فيه ثلاثة أربعة فيهم قيمهم إيه كبيرة، هاخد الثلاثة أربعة اللي هم قيمهم وأسيب الإيه الباقي هتلاقيه مصفار تقريبا، أو واخد الإيه أول ثلاثة أربعة في الأول، أول ثلاثة أربعة هتلاقي فيهم النسب الأعلى، أنا شايف دي عربية أو موتوسيكل أو عربية كار أو توك توك مثلا، بس كتب لك نسب خلاص، نسب بيزد على ايه؟ على اللي اتعلمه من الايه؟ من الويت على الخارج من النيورال نتورك. خلي بالك النيورال نتورك بتطلع لي فاليوز، لو احنا خدنا الفاليوز دي عملناها نورماليزيشن يعني كل فاليو من دول خدناهم وقسمهم على مجموعهم هيطلع لي نسبه لكل نود بتطلع ايه؟ صح؟ فهو بيعلمها ويسيبها تطلع ايه؟ بالفاليو اللي احنا ايه؟ شايفينها. كده احنا عملنا تريننج للايه؟ نيورال نتورك. مختلف عن السيفت بقى كل حاجه، عشان كده بقول لك ده عايزين بقى نمشي عليها. هتلاقي هنا هو عامل ادم ايه جيجاي عامل ايه عامل، انا كنت ماشي مع السامبل بتاعه يعني هتلاقي السلايد انا واخد جزء من حاجاته، هيعمل لكم بالبايثون هتمشوا وراه ازاي ابيلد كلاسيفاير يتعرف على ده طائر ولا مش طائر، هيجيب ما اعرفش 15000 صوره وهو الداتا موجوده عنده، الداتا هتلاقيها موجوده عند ممكن ابقى اجيب لكم اللينك بتاعها لو انتوا بصيتوا في البوست بتاعه، بصوا على الكومنتس هتلاقوا الناس كاتبه له فين الداتا، فهيقول لهم الداتا انا حاططها الداتا حوالي 500 ميجا، الداتا اللي هي الصور داونلودوا ال 500 ميجا وجربوا الايه السورس كود بتاعه واتفرجوا ايه واتفرجوا عليها. انا هنا دي كده خلصنا المحاضره بتاعه الايه النيورال نتورك. انا ممكن برضك اوريكم شكل الايه السورس كود سريعا، انا عامل يعني بي دي اف من الارتكل بتاعه اهو، ده كل ده اللي احنا تعرضنا له اهو. انا بس عايز اوريكم الحته بتاعه السورس كود. لا افضل اديله صور كتير جدا جدا. انت في حالتك اجيب صور كتير على الاقل من كل واحده 1500 صوره ولا حاجه وهم ادخلها للنيورال نتورك خلاص، وايه وهو هيقدر يكلاسيفاي بعدها من ايه من الاثنين لبعض. زي ما احنا شايفين هو بيستخدم تنسر فلو، عشان تقدروا تشغلوا ده يا اولاد محتاجين تبقى عندكم لينكس، لينكس بسهوله. في برضك ارتكل ثانيه هحطها لكم ازاي تنستول كيرا وتنسر فلو وحاجه اسمها ساينو، دولت بينزلوا على البايثون بحيث ان تقدروا تشغلوا الايه تشغلوا الديب نيورال ايه نتورك. هنا هو بيجيب الداتا، انا بس مهتم بايه مهتم بالحته بتاعه النتورك من اول النتورك. هنا هو بياخد الايه الداتا، بعد كده بعد ما بياخد الداتا بيعمل اللاير بتاعتي، بيقول عايز اعمل كونفوليوشن 2G، دي من الفانكشن الموجوده بقى في التنسر فلو، يديله النتورك وبيقول له الدبس بتاعها وهي واخدها الباتش بتاعها قد ايه، وبعد كده بيدخلها ماكس ايه بولينج، بعد كده يدخلها كونفوليوشن ايه تاني، وبعد كده ماكس ايه بولينج. وحتى الكلام ده تراي اند ايرور يا اولاد، يعني كل واحد فيكم ممكن يعمل الاركتكتشر بتاعه اللي ينجحه او ايه يفشله او ايه يشتغل معاه بشكل ايه مختلف. بعد كده هو طبعا الارتكل مش باقي بقيتها هنا بقيت الكود، بس هو هنا خلي بالكم دي من الحاجات اللي مهمه قوي من ضمن الكود بتاعه وهي مش باين هنا، انه بيعمل دروب اوت لجزء من نيورال نتورك وهو بيعلمها. الديب ليرنينج زي ما انتم شايفين دي يعني اوفر فيتنج يعني على بوزه بقوله، يعني انتوا اوفر فيتنج خالص يعني. فعشان يعمل ده هو بيعمل تريننج بيعمل بيوم جاي كده راندوملي ياخد 5% من النيورال نتورك بتاعته ويقوم كسرهم، يقوم شايلهم خالص منين من النيورال نتورك. وانا بعمل تريننج ليه؟ عشان ما تعملش اوفر فيتنج، ما تبقاش مكسره، مش ما تبقاش النيورال نتورك مقفوله على الايه على دي، بيحاول ان هو ايه يجنرالايز بقدر الايه بقدر الامكان خلاص. فدي هتلاقوا يعني ايه الكود بتاعه، كود بيحط المجموعه بعد ما بيحط اللاير بعضها بيعمل ايه يبتدي بقى يعمل فيت بالصور. فانا خلي بالك انا كل ده كنت بركب الايه النيورال نتورك، بس لازم كلها تبقى راكبه في ظهر بعضها كده عشان كل ما ادخل بقى صوره يعمل ابديت لكل مين كل الويتس اللي موجوده في كل اللايرز ايه بتاعت. دي كانت الايه المحاضره الاولانيه. المحاضره الاخيره السيد